يلا نستارت مع أول سؤال. معاكي. هو السؤال في السكيلينج في الفيسبوك ادز، تمام؟ تمام. انا دلوقتي لو عامله كامبين والكامبين دي ناجحه وكويسه، تمام، وانا حابه اعمل كامبين تاني تمام بنفس الاودينس تمام بس اعمل كامبين جديده وهجيب بادجت اكبر، هل تمام لما احط بادجت كتير في الكامبين الجديده الريتش هيقع، ولا دي هتبقى كامبين منفصله وعادي؟ لا بصي، هي ملهاش دعوة بالريتش هيقع. تمام، هو الفكرة دلوقتي أنا هعمل سكيلينج، لازم أن أكون أنا مرتب دماغي وطريقة تفكيري على السكيلينج اللي أنا هعمله ده، هعمله منين وإزاي يعني، وليه هعمله أصلا يعني، منين وإزاي وليه هعمله منين يعني. أنا المفروض هجيب الأودينس اللي أنا هعمل اللي عليهم سكيلينج دي من منين بالظبط، سواء من الناس اللي عملت مثلا فيزيت للويب سايت او بيج فيو او ايا كان طبيعه الاودينس، ولا من داتا ريسورس وانا شغال عليهم فانا هاخد الكامبين دي واعلى بيها، ولا هعمل ايه بالظبط. تمام، وازاي بقى انا ايه الطريقه اللي انا هعمل بيها سكيلينج؟ هل هعلي البادجت، ولا هل ان انا هاخد الاودينس دول واعمل لهم ريماركتنج، ولا المفروض ان انا هنزل بنفس البرودكت بنفس الاودينس بنفس كل حاجه، بس هاخد الناس اللي كانت عند قرار الشراء وما اشترتش، يعني النو هاو بتاع الموضوع انا هعمل ايه بالظبط. تمام، طيب بعد كده بقى بشوف انا هعمل ده ليه، عايز اسكيل لحد فين يعني، اطلع بالكامبين لحد فين، وراعي وانا شغال طبعا ان هي ما تضربش مني يعني. وازاي ان انا اعمل سكيلينج وما اضربش الكامبين اللي شغاله اصلا اللي هي جايبه لي الشغل بشكل كويس. تمام، فهو ده ملوش دعوه بالريتش، لا انا مش هضرب الريتش ولا اي حاجه، انا ببتدي اشتغل عادي. دي حاجه. حاجه كمان، لو انا بشتغل على كامبين وعايز اعمل لها سكيلينج، فاوريدي انا مش بلعب على ريتش اصلا، انا بلعب على مبيعات، صح؟ يعني اديني ديتيلز كده عن الكامبين نفسها. ماشي، تمام. هي برودكت وانا عملت له كامبين بس كانت انجيجمنت تمام وكانت ريتش وانجيجمنت كويس، فاحنا تمام حبينا اللي هو نفس وكنا عاملين كامبين تانية، بس الكامبين التانية كنا يعني مختارين منطقة ودي مختارين فيها منطقتين بس، لان دي ناجحة، فاحنا عايزين ناخد الاودينس دول ونضيف برودكت تاني عليه. تمام هي اصلا الاوبجكتيف ان انا اعمل انجيجمنت. هي الأول كانت engagement عشان الصفحة كان ريتشها واقع خالص، يعني الكلاينت جاي والصفحة بتاعته واقعة، فكان عايز ينشطها شوية قبل ما ان احنا نعمل مثلا سيلز او كده. تمام، طيب انا اصلا متارجت بقى الانجيجمنت اللي انا هعمله ده، حطيت له تارجت المفروض ان هو يوصل بيها لحد فين؟ يعني المفروض انجيجمنت التفاعل اللي هيحصل معايا ده هيحصل لحد كام في المية؟ برسنتج بتاعتي رايحة لفين؟ ولا انا سايبها مفتوحة؟ هو المفروض ان احنا كنا نحط objective بس احنا كنا سايبينها مفتوحة، يعني كنا تمام، عايزين هو توصل لازم لفين. انا دلوقتي عشان اعمل سكيلينج لازم اكون عارف هعمل منين، او انا واقف هل انا وصلت للي انا عايزه ولا لا عشان اقرر اعمل سكيلينج. يعني انا دلوقتي لا، انا واصل في الكامبين لليفل اعلى من الاوبجكتيف اللي انا كنت حاططها. تمام، فهنا بقول لا انا محتاج اعمل سكيلينج عشان اعلى بالكامبين واوصل بيها في حتة تانية خالص. تمام، فالقرار هنا بيبقى مبني على ارقام وداتا. تمام، حاجة كمان، السكيلينج هنا على الاوبجكتيف بتاعتي قدام ايه علشان ابتدي ابني عليها. يعني مثلا هل انا قدام المفروض متارجت ان انا اروح مثلا اخد الاودينس دول واوديهم الويب سايت علشان يشتروا، ولا انا مثلا واخد الناس دي هعمل بيها ايه؟ يعني انا في الاخر الكامبين، بص انت كده يعني حاولي تفرقي ما بين ان انت بتعملي كامبين تمام، وما بين ان انت ماشيه في اعلان ومحتاجه تعملي سكيل. الكامبين بتبقى ليها مراحل، اول مرحله اللي هي الاويرنس، وبعد كده تاني مرحله اسمها كونسيدريشن، وبعد كده تالت مرحله اللي اسمها الكونفرجن. تمام، طيب انت هنا في مرحله اسمها مرحله الكونسيدريشن اللي هي مرحله الانجيجمنت، وان انا اروح واجي مع الكلاينت ويسالني واساله وارد عليه بالبرايس وارد عليه بالكواليتي واقنعه بالبرودكت بتاعي والكلام ده كله، علشان بعد كده هدخل في مرحله الايه الكونفرجن.
يا اما الكلاينت هيشتري من خلال الويب سايت، يا اما هيشتري من خلال السوشيال ميديا، يا اما يعني على حسب هيشتري منين بالظبط. وبناء على ده ببتدي اظبط الايه الشغل بتاعي. فاهم قصدي؟ فاهم قصدي؟ اه فانت كده في مرحله من مراحل الايدز نفسها. فانت دلوقتي محتاجه تشوفي قدام هتعملي ايه، وبعد كده تظبطي السكيلينج على ده. طب انا عليت الانجيجمنت وعليت بيه تاني، حلو جميل. طب وبعدين كده كده هروح لمرحله ان انا عايز ابيع، صح؟ بالظبط. طيب اه انا بقى في مرحله ان انا عايز ابيع دي هعمل ايه؟ وهل انا مظبط بقى الحاجات بقى التانيه بقى اللي جنب الاعلان بقى؟ هل انا مظبط التراكنج سيستم بتاعي كويس، رابط البيكسل ومظبطه بشكل كويس وبيقرا بشكل كويس ولا لا؟ وفي نفس الوقت انا ظابط المنتج بتاعي وعامل له الاناليسز الكويسه بتاعته، شايف ان هو موجود في السوق باسعار كويسه مناسبه للاسعار اللي انا نازل بيها ولا لا، ومظبط الاد كوبيز بتاعتي الكلام ده، ومظبط بقى الواي بتاعي ولا لا. فهنا انا لازم افكر كده بالورقه والقلم، انا هعمل سكيلينج عشان اوصل لايه. يعني اتمنى ما اكونش ان انا دمرت لك اللي كنت بتفكري فيه كله، بس انا بحاول افتح لك الابواب يعني. اه تمام. تمام اه تمام وضحت. تمام حلو جدا. تمام طيب كده في سؤال تاني ولا كده الدنيا تمام؟ لا كده تمام، هحاول بعد كده افكر يعني واحط objectives واشوف انا بصي، هو عايزة ايه بقى. اللي انت ماشيه فيه ده كويس. يعني ان احنا اصلا شفنا الكامبين واقعه وبدانا نظبط لها، او البيج واقعه وبدانا نظبط لها، بدانا نظبط لها الاكونت بتاعها ونشوف التفاصيل بتاعتها. فدي حاجه كويسه. مش كل الناس بتشتغل كده. في ناس اول ما بتخش تشتغل يلا بينا نشتغل على طول من غير ما يانلس الدنيا، وبيخش كده في الاخر يلاقي الدنيا مش أحسن حاجة. يعني تلاقي نفسه يعني عامل بلاوي يعني. فلا يعني انت كده اوكي، يعني الدنيا تمام جدا، حلو. يعني كملي على هذا الأساس يعني. اوكي تمام. تمام طيب خلينا كده نشوف هل في أسئلة تاني ولا مفيش، ونشوف برضو الأسئلة اللي جت أصلا على البيج، ونكمل أول أسئلة اللي جت على كلوب، ونشوف ممكن نقدر نجاوب إيه. خلينا كده نراجع. النهاردة موضوع مفتوح، مفيش موضوع معين، بنتناقش بشكل عام عن جزء الماركتينج. وطبعا لو حد عنده أي سؤال يخش يسأل على طول، مفيش أي مشكلة. طيب خلينا كده نشوف. في سؤال بيقول أنا دلوقتي لو عندي مشكلة في الإعلان، إزاي أعرف إن المشكلة دي منين، أو المفروض المشكلة دي أعرف منين طريقة المشكلة؟ بص مبدئيا كده، هو لما تيجي تكون عندك مشكلة لازم تكون محدد هي إيه المشكلة بالظبط. أنا دلوقتي عندي مشكلة في الإعلان، طب المشكلة ايه؟ هل انا مثلا عامل نوع الاعلان ده او الكامبين اللي انا شغال عليها دي، عامل الاوبجكت بتاعتها ان هي كونفرجن مثلا علشان اقدر ابيع فما بيحصلش مبيعات، ولا مثلا انا عامل الكامبين دي ان هي توصل مثلا لمرحلة معينة، مثلا ان اعمل اويرنس مثلا ل 100,000 شخص، او ايه الاوبجكتيف بتاعتي؟ وبناء على الاوبجكتيف دي ببتدي اشوف هل انا حياة التارجت بتاعي ولا لا. يعني مثلا لو الكامبين بتاعتي المفروض ان هي هدفها ان هي تعمل انجيجمنت وعملت مبيعات، فانا كده ما اقولش ان انا الكامبين ناجحه بزياده، لا، هي الكامبين ما ادتش الغرض اللي هي معموله ليه، فهنا يبقى الكامبين فيها مشاكل. تمام طيب انا دلوقتي الكامبين مثلا عامل كامبين كونفرجن علشان اقدر ابيع على الويب سايت لو انا ببيع اي كوميرس، او ان انا مثلا شغال في الريال استيت فعامل كامبين ليد جنريشن والكامبين مش شغالة. طيب هنا هل المفروض ان انا في حاجات معينة ابص عليها علشان ابتدي اتأكد هل انا مش شغال صح ولا لا، ولا انا ليه ما ببيعش؟ في حاجات اساسية لازم تبص عليها. اول حاجة بنبص عليها الاد كوبي اللي انا كاتبه، المحتوى اللي انا كاتبه، او التكست اللي انا كاتبه علشان
اوصل للكلاينت. الاد كوبي ده مهم جدا جدا جدا. ممكن اكون انا كاتب اعلان او كاتب كابشنز او كاتب معلومه، المعلومه دي مش هي اللي جايبه الناس، مش هي اللي بتنتراكت مع الناس، مش هي اللي بتشد الناس، ومش هي اللي بتجيب طبيعه الكلاينت و ويخليه مرتاح وقادر ان هو ياخد قرار الشراء معايا، تمام؟ فانا لازم ابص الاول على الاد كوبي. طيب الاد كوبي بعد ما ببص عليه ببص على ايه تاني؟ ببص على الكرياتيفيتي. الكرياتيفيتي اللي هي ايه؟ الفيديوز اللي انا عاملها في الكامبين او الصور اللي انا عاملها او التفاصيل بتاعت الكرياتيفيتي. هل الناس بتتشد بالكلام اللي انا كاتبه ولا لا؟ هل مثلا انا الفيديوز المعموله او الصور المحطوطه بتنتراكت مع الناس، واللي الناس بتشوفه ده بتلاقيه لما بتخش وتكمل على الويب سايت والكلام ده ولا لا؟ فلازم انا ابص على جزء الكرياتيفيتي. طيب بعد كده بشوف ايه تاني؟ ببتدي اشوف الجزء بتاع الاد، البودجت اللي انا شغال بيها، هل البودجت دي منافسه ولا لا؟ هل الناس اللي انا بنافس معايا، هل البادجت اللي انا حاططها دي مناسبه ولا لا؟ طب هعرف منين؟ اعرف بناء على الكوست بير بروجكت او الكوست بير سيرفيس او برودكت. انا دلوقتي عندي منتج معين، المنتج ده المفروض ان هو بيطلع منه كوست، ميزانيه معينه تكلفه، وبيطلع منه جزء للاعلانات، وبعد كده بيطلع منه جزء لي او الجزء اللي بعد كده بيجي لي منه الايه الارباح بتاعته. طب انا ببتدي اعمل تيست على البودجت، ابتدي اعلي البودجت شويه وابتدي اشوف الماركت ده هل بيستحمل الليفل ده من البرايس ولا لا، او من المنافسه دي ولا لا، على السعر ده ولا لا. ببتدي اتست في الايه البرايسنج اللي انا شغال عليه، او الميزانيه اللي انا ببتدي اتست في الميزانيه اللي انا شغال عليها. طيب بعد كده ببتدي اشوف هل الاودينس اللي انا شغال عليهم دول هم دول الاودينس اللي المفروض ان انا تارجتهم ولا لا، تمام؟ اه والله الاودينس دول المفروض ان هم فعلا ناس انترستد ويشتروا مني قبل كده، وسالت بتوع المبيعات قالوا لي اه ان في نفس طبيعه الاودينس اللي اشتروا مني قبل كده. طيب انا هنا بصيت على جزء في الاعلانات، تمام، او جزء في الكامبين اللي انا شغال عليه. هل ده المفروض كل اللي انا ببص عليه؟ لا، احنا كده بصينا على جزء صغير من الكامبين نفسها. الجزء الكبير بقى اللي هو بره الاعلانات بقى، اللي هو ايه بالظبط؟ اللي هو ان انا ببص على طبيعه المنتج نفسه، هل المنتج ده اللي انا شغال عليه بيبيع اصلا ولا لا؟ في عليه اعلانات ولا ما فيش عليه اعلانات؟ طب هل المنتج اللي انا ببيعه ده عليه ريفيوهات وفي ريفيوز على المنتج ده وتقييمات عليه ان هو كويس او تقييمات عليه ان هو وحش ولا لا في السوق؟ طيب هل انا شغال بشكل كويس على دراسه المنافسين؟ هل في حد منافس ليا نازل بسعر منافس فانا مش قادر اخد منه في السوق ومش قادر ان انا ابيع بسببه ولا لا؟ ببتدي ابص على كل الحاجات اللي بره الاعلان، ببتدي اشوف هل لو انا مثلا الجزء بتاع التكنيكال او جزء تكنيك تاني زي بالظبط كده، ان انا بشوف هل الكلاينت لما بيطلع من الاعلان بتاعي بيروح على الويب سايت، الويب سايت معاه بيفتح ولا لا؟ طب لما الويب سايت معاه بيفتح هل هو بيروح على صفحه الشراء وبيشتري ولا لا؟ طب لا، هو بيخش على الويب سايت وما بيروحش لصفحه الشراء. طب هنا يبقى في مشكله، ليه لما بيخش على صفحه الشراء ما بيشتريش؟ لازم اشوف هو ليه ما بيشتريش من الصفحه، ما هو خلاص دخل ودخل معايا وخد انتراكتيف والدنيا بالنسبه له كويسه، ليه دخل جوه الويب سايت وما اشتراش؟ تمام. ببتدي اناليسس كل حاجه في الايه في الكامبين نفسها، وابتدي اطلع كده افتراضات، وابتدي اتست واجرب اكتر من مره واسال نفسي يعني 100 سؤال كده، ايه المشكله ممكن تكون فين، وابتدي اراجع كل الخطوات. بعد كده ببتدي اشوف كمان الكلاينت اللي المفروض دخل معايا ده، الكلاينت اللي المفروض دخل معايا وعلشان يتعامل على الويب سايت ويبتدي يشتغل، هل الكلاينت ده طريقه تحركه في الويب سايت عامله ازاي؟ وهل هو اصلا وصل للويب سايت ولا لا؟ تمام. وبعد كده ببتدي اراجع كل الامور دي وابتدي اديت على الكلام ده كله وابتدي اعدل فيه. طيب دي اجابه على الجزء ده. سهى تقريبا عندك سؤال صح؟
أو عندي سؤال في حاجتين. أول حاجة، النقطة الأولانية حياتك قلتها إن الأودينس يكونوا بيشتروا من الموقع ده أو لأ، فأنا ما فهمتش النقطة دي قوي. والنقطة التانية بتاعت اللي هي آخر حاجة، ساكا، آخر نقطة حياتك قلتها إيه؟ اللي هو العملاء اصلا بتخش على الويب سايت ولا لا؟ لا، اللي هي بتتحرك ازاي على الويب سايت دي ما تمام. فهمتهاش. يعني اصلا حضرتك بيدوس على البوتوم فين او كده، شغل اليو اكس، ولا اصلا حضرتك بيها ايه بص، بالظبط؟ خلينا بس ناخدهم سؤال سؤال عشان ما نتوهش من بعض. دي اول حاجه سالت عليها، طبيعه العميل بيشتري من على الويب سايت ولا لا، صح؟ ولا كده؟ ولا عشان مش اول سؤال تاه مني. تمام. بص، انا دلوقتي هل طبيعه الناس دي بتشتري من على الويب سايت ولا لا؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني هل العملاء اللي بتيجي دي فيسبوك بيجيب لي العميل اللي بيشتري، ولا العميل اللي بيتفرج ويبص وما بيشتريش؟ يعني ايه مثلا؟ يعني مثلا تعالي كده، مثلا انا فاكر زمان اول كامبين أو في اوائل الكامبينز اللي عملتها، كنت بعمل ايه؟ كنت بشتغل على الاودينس اللي تروح على الويب سايت عشان تشتري، بس بشتغل على الاودينس اللي بالاوبجكتيف بتاعت الترافيك. تمام. يعني انا عشان العميل يروح على الويب سايت بشتغل ترافيك او بشتغل كونفرجن. تمام. لو في حاجه في الاكسبريشنز او المصطلحات مش مفهومه قولي لي. لا، تمام. الاكسبريشنز تمام. تمام. طيب انا بعد كده فهمت ان الترافيك ده علشان اشتغله، ده لما اكون عايز زيارات بس. العميل اللي ما بيشتريش، العميل اللي بيعمل زيارات يعني بيخش على الويب سايت ويقلب فيه وما بيشتريش. تمام. فانا ببني زيارات. تمام. لكن هنا انا ما ببنيش بيع. فهنا السبب او الغلطه ان انا كنت حاطط اوبجكتيف غلط، فهنا طبيعه العميل اللي جه ما بيشتريش. تمام. طيب حاجه تانية او كيس تانية، فكان لازم اختار كونفرجن. طيب كيس تانية، ان انا ببتدي اشتغل على الكلاينت واعمل الاعلان وشغال كونفرجن والدنيا كويسه جدا. تمام. والعميل بيروح على الويب سايت ما بيشتريش. طب ايه بقى المشكله؟ هل العميل ده مشكلته في ان هو اصلا ما بيشتريش، طبيعته ما بيشتريش، وانا متارجت اودينس غلط، ولا انا بتارجت اودينس وبشوف هل الكلاينت اصلا طبيعته بيخش ما بيشتريش، ولا الكلاينت ما بيوصلش اصلا. كيس ثالثه مثلا، ان أنا الكلاينت هعرفها ازاي؟ ايه؟ هعرف ازاي هو طبيعته ما بيشتريش، ولا أنا متارجت صح؟ بس يعني هعرفها ازاي؟ اعرفها ازاي؟ بطبيعه تحرك العميل نفسه جوه الويب سايت، وهل هو وصل للويب سايت ولا لا. يعني انا دلوقتي مثلا الكلاينت داس، او اللي معمول له الاعلان داس على الكليك، وبعد كده ما راحش للويب سايت. الويب سايت كان فيه مشكله انه بيلودنج كتير، فالناس كانت بتدوس كليك تروح على الويب سايت ما بتخشش. فهنا مش عيب الكلاينت، هنا العيب في ان التراكنج بتاعي او البروسيس بتاعتي كانت غلط. طيب جزء تاني، العميل بيخش على الويب سايت. تمام. ولما بيخش على الويب سايت بيفضل يلف ويوصل لحد مثلا الاد تو كارت وما بيكملش. طب العميل هنا مهتم وبيروح لحد الاد تو كارت، طب ليه ما بيضيفش البرودكت بتاعه وبيكمل بقى تشيك اوت ويحط ويدفع ويكمل؟ هنا بقى في مشكله ان العميل هو انترستد ومهتم، بس بيجي عند التشيك اوت بيلاقي ان في البرايفسي والبوليسي ان احنا بنسيف الايه البيمنت اوبشنز بتاعته عشان لو رجع تاني. فهنا لما غيرناها، لا الناس بقت تشتري عادي جدا، وفي نفس الوقت صفحه التشيك اوت قللناها خالص، ما بقاش فيها كل الداتا والانفورميشن اللي كانت محطوطه فيها دي. فهنا لا، العميل عنده خبره ان هو يشتري وبيشتري وبيتعامل عادي جدا، لكن هو كان في عندنا مشكله ما قدرش ان هو يشتري. تمام. فعلى حسب حركه الكلاينت انا ببتدي استكشف المشكله فين. تمام. تمام. انت متلخبطه برضو بفكره ان في ناس بتحط اد تو تشارت، بس هي ما بتاخدش قرار الشراء يعني دايركت. انت عارف، ممكن حد مثلا يخش يشوف المنتج بس يعمله سيف وكده، بعدين يقرر انه ما يشتريش دلوقتي يعني. فدي كده بنقولها ان هي طبيعه العميل، صح؟ تمام. بس على حسب النسبة، يعني مثلا ما يجيش مثلا 200 فيزيتور وفي 100 منهم دخل حتى اد تو كارت وما اشتراش، لا ده كده بيبقى في اوفر، يعني كده في حاجة غلط. تمام. لما يجي لي مثلا 50% من الناس ما يشتريش، تمام، 50% يعملوا اد تو كارت وما يشتروش.
تمام. اصلا العدد 50% انه يوصل للاد تو كارت كويس كبير، تمام. طب انا ليه بقى الناس دي؟ على عكس بقى لو هو الليميت الطبيعي ان في 3 4، زي مثلا العميل اللي بيخش يضيف 50,000 منتج في الاد تو كارت وما بياخدش اكشن، تمام. هو بس ايه عمل ايه؟ هو الحاجات دي عجباه فشالها على جنب علشان يبقى يرجع لها ويشوف زيها في اي حته بشكل رخيص، تمام. طبيعي خصوصا بقى لو هو مثلا ايه برودكت كوزماتكس مثلا، تمام. فهم لا، في العميل بتاع الكوزماتكس ده هم طبيعتهم كده، لازم يخش على كل الويب سايتس ويختاروا من كل الحاجات، وبعد كده يبتدوا يعملوا كومبيتيشن ما بينها، وبعد كده يبتدي في الاخر يتصفى على ايتم واحده، تمام. فهو طبيعه العميل كده، فاهم قصدي؟ اه كده فهمتك أوي، شكرا طيب. جدا بجد. فلازم اه فلازم اشوف طبيعه الكلاينت نفسه، وغير طبيعه الكلاينت ببتدي اشوف الكونسبت بتاع الكلاينت عامل ازاي، والبروسيس بتاعتي ماشيه بشكل صح ولا لا. يعني انا لازم اتابع بقى وابتدي اناليسز الكلام ده. وجوجل اناليتكس على فكره بيطلع ديتيلز الديتيلز، يعني جوجل اناليتكس ده حرفيا بيجيب كل معلومه انا محتاجها، ممكن ايا كانت ايه هي بتبقى موجوده في جوجل اناليتكس، على حسب طبعا مدى فهمي للتول نفسها وازاي انا ابتدي اشتغل على ده يعني، تمام. طيب خلينا نشوف كده في اسئله تانية، او لو حد هنا تاني عنده اسئله، وخلينا نشوف لو في اي اسئله تانية مثلا على البيج او على كلوب. طيب انا دلوقتي في سؤال مثلا، انا دلوقتي هل المفروض ان انا اشتغل ازاي مع العميل بالحساب الاعلاني بتاعه ولا الحساب الاعلاني بتاعي؟ طيب بص، هو على حسب انت بتشتغل فريلانسر ولا بتشتغل على اكاونت في فول تايم في شركة ولا بتشتغل ايه. طيب يعني خلينا كده نروح للاقرب، لو انت بتشتغل الاقرب لسؤالك، لو انت بتشتغل من الاكاونت بتاعك فانت لازما في طرق مختلفه، وكل واحد بيبني الطريقه اللي بتريحه في الشغل، لكن اولا واخيرا لازم يكون الشغل كله من الاكاونت بتاعك. لازم انت بتبني الاكاونت بتاعك وبتبتدي تظبط في الاكاونت بتاعك بشكل اساسي، وتبني التفاصيل بتاعت الاكاونت، وبناء على البيزنس اكاونت بتاعك بتعمل له الايه الاكشنز بتاعته، وتبتدي تربط له الايه الشغل بتاعك. او في بقى حاجه تانية نستخدمها لما احنا بقى انا يعني كل حد بيشتغل ممكن يكون معاه 2 اكونتس و3 اكونتس وما الى ذلك، بيحصل ايه بقى؟ بيحصل ان احنا بنبني كل حاجه بايدينا للكلاينت، لكن بتكون في في الاطار بتاعنا. يعني انا ببني الاد اكاونت وببني البيزنس اكاونت وبربط له التفاصيل بتاعه التاج مانجر او الربط في البيكسلز والكلام ده، وبعد كده ببتدي اشتغل على ان انا اخد الاكاونت ده وابني بيه بارتنر مع الاكاونت بتاعي، يعني اربط الاكاونت بتاعي بالاكاونت بتاعه. فهنا انا اقدر اشتغل من الاكاونت بتاعي واقرا الارقام واقرا الديتيلز واقرا كل حاجه، في نفس الوقت الاكاونت هو منفصل عن اكاونت الشركه وببتدي اشتغل عليه عادي جدا. بس هنا في حاجه، لو الكلاينت ده مستعجل على ان احنا المفروض هنشتغل ادز على طول، مش لسه هنبني تراكنج سيستم ولا هنعمل اويرنس ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده كله، تمام. لا، هو المفروض ان انا بشتغل بقى ساعتها بالاكونت بتاعي دايركت. ليه بقى؟ لان انا عشان ادخل واعمل اد اكونت واشتغل منه دايركت والكلام ده كله ويبقى فيه اكشنز كتير، الويب سايت هيكلاش مني، سوري الاد اكونت هيقفل مني، هيبقى فيه كده حاجه غلط ومش هيقرا. دي نقطه. النقطه الثانيه ان مش كل الاودينس بتقرا في اول ما في الاكونتس الجديده. يعني لو انا مثلا فور اكزامبل جيت احمل او جيت اشتغل على ان انا اطلع معايا ليست مثلا بالاودينس، وان انا المفروض احملهم على الاكونت وابتدي اشتغل منهم كاستم اودينس واشتغل منهم مثلا لوكا لايك والكلام ده، الاكونت مش هيقبل لانه جديد، لازم بياخد فتره عبال ما يفتح لك ان انت ترفع
الايه الليست بتاعتك، تمام؟ لو انت بدأت تدخل على الاكونت وتصرف مبالغ عاليه مره واحده، تمام، او دخلت على الاد اكونت وحطيت الكريدت كارد او الديبت كارد بتاعتك وما طلعتش منها كامبينز ولا اي حاجه بشكل بسيط، لا هنا برضه هيتقلب في حاجه. فطبيعي ان انا لو هشتغل مش مستريح ان انا ابني من الاكونت بتاعي واشتغل من الاكونت بتاعي دايركت يعني. كمان ده بيفيدني في حته البارتنر اللي احنا قلنا عليها، ان هو بيفيدني ان انا بيكون في اكونت بديل لو الاكونت منهم اتقفل. يعني مثلا الاكونت اللي انا عملته جديد للكلاينت وبنيت له الاعلان بتاعه وظبطت له الدنيا ويلا بينا وشغالين والدنيا شغاله كويس، مره واحده الاعلان الاكونت ضرب اتقفل لاي سبب ايا كان ايه هو، فانا لا انا عندي الاكونت بتاعي او البارتنر الناحيه الثانيه انا بريفيو منه براجع منه واقدر اتابع البيكسلز واقدر اقرا ارقام واقدر ابني وابني كامبينز تانية. علشان لو انا في سيزون مثلا وانا في البلاك فرايداي مثلا ما لاقيش، عبال ما البلاك فرايداي يعدي يكون انا لسه بعدل في الاكونت بقى وبعت مسج لفيسبوك، عبال ما يردوا عليا يكون اصلا السيزون عدى وفات وضاع عليا، تمام؟ فده هتبقى حاجة مش كويسة يعني. فده بس ده كده كانت إجابة السؤال اللي فات. طيب طارق بيقول السلام عليكم، لو ممكن سؤال، هو المفروض الميديا باير يكون بيعرف التسويق كمادة علمية كاملة، ولو مش مفروض إيه المفروض يعرف؟ بص، في ركائز أساسية في الماركتينج لازم نكون عارفينها بشكل أساسي، وفي حاجات مش لازم نكون عارفينها. يعني مثلا أنا لو دلوقتي شغال إي كوميرس وكميديا باير وبشتغل على بيع منتجات مثلا، وبيع المنتجات دي مثلا ببيع مثلا لمصنع مثلا، او شغال ميديا باير لمصنع مثلا بيبيع احذيه، فانا مش لازم افهم الانترناشنال ماركتنج، مش لازم افهم البابليك ريليشنز والعلاقات العامه، مش لازم افهم في التسويق مثلا بطريقه معينه، لا انا ممكن اشتغل على اساسيات، والاساسيات بتفرق عن التخصص. يعني الموضوع ماشي ليفلز، انا ممكن اكون عارف اساسيات التسويق ده ليفل، الليفل اللي بعديه انا ممكن اكون عارف كل الاجزاء بتاع التسويق، تمام، لكن مش متعمق فيها، لكني فاهم لما تيجي تسالني في اي حاجه في الماركتنج ابتدي افكر بعقليه ماركتير عادي. وانا لا، في حد مثلا ثالث لا انا ادفانسد جدا جدا وفاهم كل حاجه في الماركتنج، على حسب انت والاوبجكتيف بتاعك. طب بتاع الميديا باير يكفي ان هو عارف ازاي يعمل اناليسز بشكل كويس للكومبيتيتورز المنافسين وللبرودكت المنتجات اللي بيشتغل عليها، ازاي يقدر يعمل لها اناليسز، وكمان يقدر يقرا الماركت بشكل كبير فيقدر يفهم الريتيل ماركتنج او تجاره التجزئه ويكون فاهمها بشكل علمي، وكمان يقدر ان هو يفهم ازاي يشتغل على التارجت اودينس ويكون فاهم طبيعه طبعا البير بيرسونا وفاهم الكاستمر بيهيفير والكلام ده، تمام. فدي كلها بيزكس اساسيات لازم أن يكون فاهمها، تمام، انما ما يتعمقش قوي، مش مطالب منه ان هو يتعمق بشكل سريع. فانت ممكن مثلا لو قريت الكتب، مجموعه الكتب بتاعت كوتلر، فده يكفيك اصلا، تمام. طبعا مع المتابعه والابديتس وان انت تفهم الايه سوق الماركتنج ماشي ازاي او المجال ماشي ازاي. لكن بتاع الميديا باير، بما ان الجيم كله راح ميديا باير او الكلام كله بقى على الميديا باير، لازم يكون فاهم الريليتد بالشغل بتاعه. يعني مثلا يكون فاهم، انا بتاع ميديا باير ابقى فاهم حته الاد كوبي ازاي احكم عليها، لازم اكون فاهم الويب سايت اللي انا هشتغل عليه ده. ما انا بتاع ميديا باير اكيد مش ببقى شغلي كله اويرنس وانجيجمنت، انا ميديا باير فبشتغل كونفرجن وبشتغل شغل بيرفورمانس كله على بعض، يعني بشتغل شغل تقيل او بتارجت ان انا اشتغل شغل تقيل وشغلي كونفرجن، فانا لازم اكون فاهم كمان الويب سايت اللي انا هشتغل عليه ده هل هو مؤهل ان انا اشتغل عليه ادز واشتغل عليه كونفرجن، والويب سايت كاي سي او شغال معايا كويس، والويب سايت الاستراكشر بتاعه مرتب كويس ولا لا. هنا بقى مش بقول لك ان انت لازم تكون بقى بروجرامرز وبروجرامر والكلام ده، لا يكفيك ان انت تكون فاهم البيزكس. مش لازم ان يكون كوبي رايتر،
هو لازم يكون فاهم الكوبي اللي جايه له عشان يكتبها، عشان يراجعها، عشان يشغلها ادز مظبوطه ولا لا، تمام؟ فمش لازم ان هو يكتب الكوبي، ممكن يكون بيكتب كوبي او بيكتب بيكتب الكوبي، يعني انا اقصد الكلام بتاع الاعلان يعني، عشان الناس لو حد لسه مش عارف. فانا لازم أن اكون فاهم طبيعة الكوبي، هل الكوبي دي بياعة ولا لا، تمام؟ دي النقطة يعني بتاعت السؤال بتاعك يا طارق. طيب طيب انا هنا في حد هنا تاني عنده سؤال، ونشوف الأسئلة الناحية التانية. خلينا نشوف على بال ما حد لو حد عنده سؤال. طيب انا المفروض وانا شغال كميديا باير لازم اكون فاهم تراكينج او تتبع، و اعرف واعرف واعرف بص، هي حته التراكينج دي مهمه جدا جدا، لحته بتاع الميديا باير، يعني بتاع الميديا باير لازم يكون فاهم ده وبيعرف يعمله، من اساسيات شغله انه يتتابع الكامبينز اللي بيطلعها والكامبينز اللي بيشتغلها، هل الكامبينز دي هل هي ناجحة ولا لأ. وده عشان يفهمه لازم يقرأ أرقام. طب عشان الراجل ده يقرأ أرقام ويكون فاهم أرقام ويقدر إن هو يطلع حلول وما إلى ذلك، لازم يقرأ الأرقام دي من الأرقام اللي هو هيطلعها. فمش معقولة إن أنت يبقى هتاخد قرارات بناء على الأرقام اللي أنت هتطلعها وأنت مش فاهم أرقام أصلا، مش عارف تطلع كام عميل دخل على الويب سايت، وكام حد منهم دخل الصبح، وحد كام حد دخل بالليل، ودخلوا في اوقات قد ايه، وسنهم قد ايه، من دولة قد ايه، طب عملوا ايه، طب هل هم دخلوا خدوا اكشنز معينة ولا لا، طب وقفوا في صفحة ايه، طب هل هم يعني ايه اللي الكلاينت بتاعي دخله وعمله. فلازم ده كله اكون فاهمه. فطبعا لازم تكون فاهم تراكنج، فاهم ال 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 لا فاهم الكلام ده كله. طيب حاجة كمان لازم تكون فاهم، انت شغلك كله عبارة عن داتا، فانت لازم تكون فاهم الداتا بتاع الميديا باير ده بيعمل ايه. هو عنده شوية داتا بيحولهم لأرقام ويحاول يوصل للكلاينت، وشايف مشاكل بيطلع لها حلول، شايف مشاكل بيطلع لها حلول، شايف مشاكل بيطلع لها حلول، هو ده بتاع الميديا باير، تمام؟ ده الكونسبت بتاعه، او ده طريقة الشغل بتاعه. هو عنده شوية مشاكل بيفضل يحلها، هو ده طريقة شغل. طيب هل لازم يكون عندي داتا قديمة؟ لا، مش لازم يكون عندك داتا قديمة عشان تشتغل تراكنج وتبتدي تتبع الشغل بتاعك. انت ممكن تشتغل عادي جدا جدا، مش لازم يكون عندك داتا ولا الكلام ده كله، انت ممكن تشتغل على حسب الايه الاستراتيجي بتاعك. طيب هل المفروض سهى هكمل بقيه السؤال بتاعه واجيلك؟ هل انا مسؤول عن ايه كميديا باير؟ انا مسؤول عن الاعلانات اللي المفروض بتتعمل، علشان هو اللي عايز يفتح المايك اوريدي يفتح المايك، هو تقريبا يعني في ناس بتقول مش عارف المايك، هو لو حد عايز يفتح المايك هو اوريدي المايك مفتوح يعني. طيب هل كنا كان بيسأل بيقول هل انا المفروض مسؤول عن ايه؟ انت مسؤول عن فلوس الناس، وازاي ان انت تعمل تحول الفلوس دي ان هي تجيب فلوس تانية، من غير ما نخش بقى في كلاكيع واكسبريشنز والكلام ده. انا الراجل معايا فلوس وجايب بيها بضاعة، فانا محتاج ان انا ابيع علشان اجيب بضاعة تانية، وعلشان اكسب وانت تكسب. هو ده بتاع الميديا باير. ففي الاول وفي الاخر انت مسؤول عن امانه فلوس الناس، فانت لازم تكون فاهم الفلوس اللي انت هتصرفها دي هتطلعها بمورد الله فين، وهل انت فاهم هتطلعها فين ولا لا، وهتطلعها بشكل صح ولا لا، تمام؟ طيب سهى كان في سؤال تقريبا، ترفع ايدك او حاجه. انا
انا عندي سؤالين برضه. عندي اول سؤال، لو في تيم مثلا في ميديا باير وكونتنت وهكذا، لما بنيجي نعمل اناليسز ونتكلم والله يا جماعه هو هنا في مشكله في الكونت عشان كده الاد ده ما ظبطش معانا او كده، بيبقى صعب قوي مع الميديا باير ان هو يقتنع ان في مشكله او ان في حاجه. دايما معظمهم لا كده تمام وانا حطيت البادجت بتاعتي واخترت الاودينس، فانا مش عارفه ده احله ازاي في التيم. حتى لو يعني نقاش كده ان انت تقول له كاناليسز يعني والله في كذا، ما بيقتنعوش او بيحسوا ان انت كونتنت خليك في نفسك او انت ميديا باير خليك في نفسك، ما بيركزوش قوي مع الكامبينز والاناليسز بتاعتها. وتاني سؤال بقى هسأله في الماركت طب ريسيرش، بس ينفع خلينا يعني ناخد السؤال الاولاني علشان ما ننطقش من بعض، ونكتب السؤال التاني عندك. بص، هو هنا عشان كده كنت لسه بقول من الاول خالص احنا بنتكلم بالارقام. طيب انا دلوقتي انت عملت الشغل بتاعك وانا عملت الشغل بتاعي وهي عملت الشغل، كل واحد عمل شغل، كلنا بقى نجيب كده الارقام ونقعد نتحاسب نشوف الارقام بتقول ايه. يعني مثلا انا دلوقتي في مثلا كام، ما هي المشكله مش بتبقى مشكله الميديا باير بس، بتبقى مشكله التيم كله، كلنا مسؤولين. ليه بقى؟ لان اكيد في حاجه غلط لازم كلنا نكون فاهمينها. انا دلوقتي المفروض ان انا اشتغلت على على مثلا كامبين، الكامبين دي مثلا المفروض ان هي تبيع زي مثلا ما احنا كنا بنتكلم ستور احذيه. طب الكامبين دي المفروض ما جابتش مبيعات، اوكي؟ طيب هل لما الكامبين دي ما جابتش مبيعات هل المفروض ان انا مسؤول عن ان انا اجيب لها مبيعات كميديا باير؟ انت مسؤول عن ان انت تجيب لها مبيعات، ما انت لو ما جبتش مبيعات يبقى كده في مشكله. طيب انا دلوقتي ايه بقى السبب اللي مخلى الكامبين ما تجيبش مبيعات؟ هل في سبب واضح وصريح بالارقام ولا ما فيش؟ يعني مثلا انا دلوقتي مش شغلانتي ان انا اعمل الاعلان بس، لا انا شغلانتي ان انا اعمل الاعلان واشوف الاناليتكس بتاعت الاعلان بتقول ايه، وبناء على الاناليتكس دي ابتدي اشوف ايه المشكله فين والغلط فين وابني عليه حلول. مش بس يعني، بل بالعكس، ده انا كميديا باير لازم اجي اقول المشكله هنا علشان كذا، تمام؟ فانا مش عملت الكامبين والكامبين ما بعتش، فخلاص انا ماليش دعوه انا عملت الكامبين وحطيت الاودينس وكل حاجه. ما هو انا مش برص طوب، انا الموضوع محتاج استراتيجيز وطرق وحلول مختلفه، ومن قبلها لازم أن اكون عامل حسابي ان الكامبين دي ممكن لو فشلت ايه اللي هيحصل. لازم أن اكون عامل حسابي بده، مش بس بعمل كده وخلاص، او انا بعمل اعلان وخلاص. طيب ايه اللي المفروض يحصل؟ المفروض الكامبين بعد ما يتعمل لها لونش نبتدي نتابع الكامبين كل ساعه ايه اللي حصل فيها. طب الناس، ده في ناس دخلت دخلت كليك وما اشترتش، طب الناس ما دستش كليك، لا يبقى الكابشن مش شاددهم، طب الناس لا الكابشن شاددهم. فنبتدي الاناليسز في الموضوع بشكل عملي، انما مش هنقعد نتناقش عند مين المشكله وخلاص، تمام؟ نرجع للاناليسز ونشوف الارقام بتقول ايه وبناء على ده نشتغل. احنا عملنا ميل كامبين، الميل كامبين دي مثلا وصلت لعدد معين من الناس، طيب ايه بقى الاناليتكس اللي بتقول بقى الكلام ده؟ ليه الناس اللي فتحت الميل ما عملتش مثلا ما تحولش لبرشز واشتروا وما الى ذلك؟ لان الناس دي ما اشترتش لانها الويب سايت بالنسبه لهم مش تراستد، ما فيش ثقه ان هم يشتروا مثلا من البرودكت ده، او على حسب طبيعه الايه. نبتدي الاناليسيس بقى ونشوف الارقام بتقول ايه ونطلع. انا مثلا عملت كامبين على فيسبوك، الكامبين دي مثلا الاوبجكتيف بتاعتها محطوطه بالارقام هنقدر نتحاسب، مش محطوطه بالارقام يبقى مش هنعرف نتحاسب. يعني مثلا لو كامبين دي كامبين انجيجمنت، طب حلو جدا، انا جه معايا 5 تفاعل و جه كامبين تانيه 50,000 تفاعل، فالاثنين بالنسبه لي ناجحين لان مفيش رقم محطوط اقدر ابني عليه، تمام؟ فانما لو من الاول انا حاطط ان انا الاوبجكتيف بتاعتي انا عندي مثلا مليون شخص، المليون شخص دول بوتنشال اودينس، الاجمالي الاودينس الموجودين في السوق، فانا عايز منهم مثلا 1% ويعمل معايا انجيجمنت منهم 1%، فهنا اقدر اقيس هل انا ناجح ولا هل انا مش ناجح، هل انا الكامبين واصله لمرحله كويسه ولا واصله لمرحله مش كويسه، وابتدي اقيس على الارقام دي واطلع اناليسيس. فالاناليسيس والارقام هي اللي هتفصل، الارقام ما بتكذبش.
تمام. فلازم انا اطلع ارقام، يعني لو انت عندك كيس على كامبين معينه ممكن تقوليها واقول لك تبص على ارقام ايه او المشكله ايه، واقول لك تبص على الحلول ممكن تبقى فين يعني. طيب السؤال التاني كان ايه؟ كان في الماركت ريسيرش، فهل مش فهل ينفع اقوله دلوقتي ولا هيكمل ميديا باير؟ لا لا عادي، هو كده كده اصلا اليوم النهارده ما كانش ميديا باير، احنا بقت اسئله مفتوحه عادي. طيب، هو الماركت ريسيرش عامة كنت جربت تولز كتير على حسب السوشيال بلاتفورم، بس أنا عندي مشكلة في بداية الشغل كماركت ريسيرشر. مش عارفة ليه دايما الشركات اللي بتنزل جوب اوفر مثلا فيها أو انترن زي كانتار أو أي الشركات اللي هي الكبيرة في الماركت ريسيرش، وأجي أقدم على ده يعني بقبل يعني بترفض او يعني ما بيبصش اصلا الابليكيشن، وما ببقاش عارفه ليه. يعني انا عايزه ابدا شغل كماركت ريسيرشر ومش عارفه اعمل ايه عشان ابتدي فيه، فتنصحني بايه؟ وممكن ايه الشركات كمان لو ينفع يعني تقول اساميهم نبدا فيهم يعني لو بيسمحوا بده؟ بصي، هو اسماء شركات حقيقة انا يعني مش حاضرني حاجة دلوقتي، بس اول ما يجي لي يعني ابعتي لي السي في بتاعك هقول لك ممكن يكون في ايه المشكلة. وفي نفس الوقت كمان لو جات لي شركة، يعني احنا كده كده بيجي شركات بتسأل على ان احنا نريكمند حد، نعمل ريكمند لحد، فممكن اعمل لك ساعتها ريكمند عادي جدا. تمام، لكن خلينا نرجع بقى لاصل السؤال. انا دلوقتي ليه لما بقدم ما بيتبصش في السي في؟ هو ممكن يكون بيتبص في السي في لكن مش بيتاخد في عين الاعتبار ان ده ينفع. بص مبدئيا كده الماركت ريسيرش هو كبير جدا جدا، ومش بيعتمد بس على ان انا بعمل ريسيرش اونلاين، يعني مش بيعتمد ان انا بدخل اعمل ريسيرش اونلاين ومن خلال الاونلاين ده ببتدي اخد استجوابات الناس وكده. لا، ده مجال كبير وليه ايه؟ كتول كماركت ريسيرش تولز، يعني لكل بلاتفورم في ماركت ريسيرش تولز ليها، اذا كان سواء فيسبوك او انستغرام او يوتيوب اند سو اون. فانا كان قصدي كده، يعني ليه ما بيعتبروش دي خبرة واقعية سواء كنت هقول لك انترن ليه، هقول لك ليه، لان اصلا الجزء ده هو جزء صغير في حته الماركت ريسيرش. ماركت ريسيرش اكبر من كده بكتير، دي حاجه. حاجه تانية، دلوقتي شغل الماركت ريسيرش بيعتمد بشكل كبير جدا جدا على الارض. يعني ايه على الارض؟ يعني ان انا بجمع من الايه، بجمع من الريسورسز نفسها، لان الشغل على الشغل على الشركات او الشغل على ان انا اجمع داتا من الاونلاين ما بقاش يجيب القدر الدقيق جدا جدا من المعلومه. يعني انا لو عندي معلومه معينه ومحتاج اتاكد منها لازم انزل على الارض، فلازم الشخص اللي هيشتغل في الريسيرش او يشتغل في الماركت ريسيرش او الماركتنج ريسيرش ايا كان في الاثنين، فلازم يكون عارف ازاي يتعامل على الارض وازاي ان هو يقدر يشتغل على ده. مش بس ان انا عايز اقول لك على حاجه، ان الشغل بتاع الستارت ابس او الشركات اللي سمول لما بنيجي نشتغل لهم ريسيرش ما بنشتغلش ابدا اونلاين، لازما بنكونكت على الارض، لان الارقام على الاونلاين ما لهاش علاقه خالص باللي بيحصل في الارض. دي نقطه. النقطه الثانيه، السي في بتاعك ممكن يكون اصلا مش بيتبص فيه فعلا، بس ده ممكن يكون ما بيحصلش، الله اعلم. بس لو هو ما بيحصلش خلينا نشوف هل اصلا الكي ووردز بتاعت الوظيفه نفسها موجوده بشكل كافي جوه السي في بتاعك. ما هو انا لو بقدم في شركه كبيره وبيقدم فيها مثلا حوالي 1000 واحد، مش هقول لك اكتر من 1000، فاكيد مش هيقعدوا يغيروا كل السي في على حده، ففي تكنولوجي بيعدي عليها السي في ويعمل فلتريشن وينقي الناس اللي اوريدي يتبص في السي فيز بتاعتهم، وبعد كده يحصل عليهم فلتريشن على حسب الكواليتي بتاعتهم والرينج سالاري، وبعد كده يعملوا لهم انترفيو مبدئي، وبعد كده يحصل تكنيكال انترفيو، وبعد كده لو في اي كيو اوكي، ما فيش اي كيو خلاص. تمام، فده دي بروسيس بتمشي. فعشان البروسيس دي كلها تعدي لازم اكون فاهم كل مرحله اعملها ازاي. فهل السي في اصلا ملم
بالكيوردز واللي محتاجها الشركه او اللي محتاجها الشركه عشان ادخلها ولا لا. وده بينطبق على كل حاجه مش على ماركت ريسيرش بس. انا لو بتاع ميديا باير، بتاع كونتنت، بتاع اي حاجه بقدم في اي حته، السي في بتاعي لازم تكون الكيوردز اللي مكتوبه في السي في ماتشنج مع اللي هو طالبه. عشان كده ما ينفعش ان انا اعمل سي في واحد وافضل افرقه على الشركات، لا لازم يكون في على حسب المكان اللي انا بقدم فيه السي في بتاعي يتوافق معاه. بس طبعا يتوافق معاه باللي انا فاهمه وعارفه وطبقته وفهمته. يعني مثلا هم طالبين حد يشتغل ماركت ريسيرش قادر مثلا ان هو يكون مثلا معاه عربيه عشان يقدر يسافر مثلا يجمع انفورميشن معينه من حتت معينه. فاوريدي انا اصلا مش اوير بده، فاوريدي خلاص انا هقدم ليه؟ انا اصلا ولا معايا عربيه ولا انا اصلا بعرف اسوق ولا انا هقدر انزل اكولكت داتا، علشان انا مثلا مش هقدر اتعامل بسبب ظروف مثلا البيت بتاعي، تمام؟ ففي الحاله دي لا، انا مختلف تماما عن الوظيفه، مش ماتشنج معاها ابدا، تمام؟ فلازما اشوف واقرا الوظائف بشكل كبير. حاجه كمان هقول لك تعمليها، حاولي تدخلي على مواقع التوظيف بتاعت الوظائف زي وظف ولينكد ان والمواقع اللي بتوظف، وابتدي شوفي الناس اللي مطلوبه كماركت ريسيرش او كماركتنج ريسيرش في الشركات، ايه الحاجات اللي مطلوبه منهم؟ ولنفترض هنا طالبين 10 حاجات وهنا طالبين 10 حاجات، في 5 حاجات اساسيه في كل الوظائف المطلوبه لازم يكونوا في بتوع الماركت ريسيرش، تمام؟ وابتدي اجمع ال5 حاجات دي وابتدي اعمل تشيك ليست بيها، هل انا فيا ال5 حاجات دول ولا لا؟ بدل ما انا هقضي حياتي ان انا اقدم حاجة مشتركة. يعني أنا برضو كنت إيه، مثلا الجوب أوفر أو الانترن نزلت، فلقيت ناس كتير كتبت إن هي اتقبلت فيها مثلا، فلما دخلت فعلا شفتهم لقيت الحاجة المشتركة بينهم كلهم الجورناليزم، إن هما بيشتغلوا في الصحافة. فأنا كنت في الأول جالي شوية اللي هو ما كنتش فاهمة إزاي الصحافة أكتر حاجة يعني الناس بصت عليها، معظمهم يعني كانوا شغالين في جريدة الوطن والأهرام وهكذا، فمش عارفة ما لقيتش أي حاجة تانية تخص الماركت ريسيرش أو هو الماركتينج تمام. بشكل عام. بصي هو ده اللي انا اصلا كنت لسه بقول لك عليه، بس انت مشيتي بالعكس، تمام؟ لا هو الصح ان انا اشوف اصلا هم طالبين ايه وبعد كده ابتدي اتعامل. هو ممكن يكون طالب اصلا الناس دي لهدف معين هو محدده في شغله، ان الناس دي لما تطلع الماركت ريسيرش تقدر تكتبه على هيئة على هيئة نيوزليتر او على هيئه اي بوك مثلا او بي دي اف كامله، يقدر يطلع منها تفاصيل الماركت ريسيرش والداتا اللي هو طلعها، عشان ياخد النيوزليتر دي يبتدي ينشرها على انها ديتيلز هو كايجنسي او كمكان او كشركه بيقدمها، تمام؟ فهو ممكن يكون باصص للحته دي، ان انا مش هجيب حد يعمل لي ريسيرش ويديني داتا وادور على حد يكتب، لا انا عايزه بيعرف يعمل ماركت ريسيرش وبيعرف يكتب عشان اقول له اعملها لي في ريبورت اقدر اعرضه. فيبقى هو هنا ضرب وظيفتين في وظيفه، تمام؟ فهنا الاهداف بتاعت الشركه لازم ان انا اقراها وافهمها على حسب الشركه دي مقدمه عايزه مين وليه وازاي، تمام؟ فلازم انا اكون فاهم وانا بقدم، هل انا السي في اللي انا هقدمه مناسب مع الشركه ولا لا، كمكان مناسب ولا لا، كسالري مناسب ولا لا. مش انا عندي سي في واحد كاتب فيه بس الاكسبيرينس اللي انا مريت بيها وخلاص. يعني مش هينفع ان انا بقدم في ماركت ريسيرش وكاتب ان انا في سنه من السنين اشتغلت اتش ار في ستودنت اكتيفيتي مش عارف ايه. طب انا مالي؟ لان انا فعليا بشوف الكلام ده، انا مالي انت اشتغلت اتش ار؟ انا مالي انا بالاتش ار واللي مش اتش ار؟ انا مالي انا عايز حد يكون اشتغل بالكواليفيكيشنز اللي انا، اول ما اشوف اتش ار دي برمي السي في خلاص، اصلا ده حد مش عارف هو بيقدم فين وازاي، تمام؟ فانا مش هضيع وقتي. فانا لازم اكون لا ماتشنج الايه السي في بتاعي مع المكان اللي انا بقدم فيه بالحرف، تمام؟ حاجه كمان في مصر موضوع مسميات الوظائف ده ما يعني في الضياع خالص. يعني ممكن يكون حد طالب مثلا ديجيتال ماركتينج وفي الاساس هو محتاجه يشتغل اعلانات على فيسبوك وحبه مودريشن، طب ده كده ده مش ديجيتال ماركت اصلا، ده مش ديجيتال ماركتنج، ده ديجيتال ماركتنج ده لازم يكون فاهم يوتيوب، فاهم ويب سايت، فاهم جوجل، فاهم كل حاجه، مش فاهم بس البلاتفورم بتاعت الشات وخلاص.
حد تاني ممكن يكون كاتب سوشيال ميديا مانجر وهو عايزه يدير له كل الحسابات وكل المنصات وكل حاجه، تمام؟ ويكتب كود يعني، ففي حاجات كتير وكونفليكت جامده في حته الجوب تايتل او الجوب ديسكريبشن اوفرول، يعني توصيفه الوظيفه نفسها وهم محتاجين ايه. فانا لازم افهم الشركه دي محتاجه ايه بالظبط، وبناء على ده ببتدي ان انا اظبط السي في بتاعي وابتدي اقدم، تمام؟ حاجه كمان لازم أنا اكون مقدم في اول 7 على الاقل، لان انا لو بقدم في وظيفه مقدم فيها 75 واحد وانا ال 76 فخلاص انا رايح فين؟ الطابور اتملى، فانا عبال ما اوصل اصلا هيكون اكيد لاقوا حد، فخلاص قدمني بقى ايه مفولو اب مفولو اب كده، كل ما واعمل فلتريشن للوظائف في اخر ربع في اخر 24 ساعه، وابتدي كل يوم مثلا اقدم. وممكن نعمل ده على الساعه مثلا 2 الظهر، يكون الموظفين بتوع الاتش ار راحوا وظبطوا، لو هو بيخلص تاسك لوظيفه معينه وهينزل عنها اد او حاجه، فيبقى هو خلاص وصل لمرحله ان هو بيقدم الاد. فعلى الساعه 2 3 كده ابتدي اشوف الوظائف اروح مقدم فيها، عامل اديت سريع سريع على الوورد، واروح منزله بي دي اف وارفع وابعت واكمل بيانات وخلاص، يبقى انا كده تمام ظبطت الدنيا، مش هروح اقدم على الوظيفه على طول. هو لو ايه؟ 47 ابلكيشن وانا مثلا مقدمه على لينكد ان وقال لي ان مثلا your profile ranks highly in this job، كده مش بيرانك على حسب الانسب او الكيبورد زي ما حضرتك قلت، ولا خلاص بدل 47 يبقى انا هبقى 48 فمفيش لا، فرصه ما هو صح؟ اكيد ال 47 48 فيهم على الاقل مثلا 20 ولا 10 هم اوريدي مظبطين السي في بتاعهم على الوظيفه. يعني كلمة ranks highly in this job مش معناها ان لينكد ان هيرانك السي فيز يعني ويرتبهم يعني لا، ال هو لينكدين مش بيرانك السي في للشركه نفسها، هو بيبتدي يظبط على حسب الشركات واللي انت عملت فيها ابلكيشن، وبعد كده بيظهر لك، هل المفروض بيجي لك نوتيفيكيشن ان الابلكيشن بتاعك اتشاف، تمام؟ لو ما جاتلكيش فاوريدي في الغالب الابلكيشن بتاعك اصلا ما اتفتحش، هو تمام؟ دايما الابلكيشن بيبقى الابلكيشن بنحطه على الويب سايت، يعني بيتارجت الجوب على الويب سايت، لا، مش فاهم تاني كده. يعني مثلا بيبقى الجوب نازله على لينكد ان بس ابلاي بتدايركتك على الويب سايت تقدم على الويب سايت. في ايزي ابلاي، ده بيبقى انا بعمل ابلاي على الويب سايت على لينكد ان عادي، وفي الابلاي العادي ده ببتدي اعمل ابلاي على الويب سايت. ده او ده، الاثنين بيلعبوا على ان انت برضو تكوني كاتبه الكيوردز اللي تماتشنج مع الوظيفه نفسها عشان اقدر ابين بشكل سريع يعني. بصي، برضو في حاجه تانية كنت عايز اقول لك عليها، حاولي ان انت ما تخشيش من الباب المزدحم زي ما بقول لك، يعني حاولي تفكري ان الدخول يكون من الباب المفتوح اللي ما فيهوش ناس كتير. انا دلوقتي ليه ما انا ما اعملش مثلا ماركت ريسيرش عن حاجات معينه وابتدي اشتغل عليها، وبعد كده اطلب انا علشان اعمل ماركت ريسيرش لشركات؟ ليه انا ما اقدمش نفسي جوه بشكل مختلف، تمام؟ حتى لما اجي اقدم بعد كده قدام في شركه، لا انا كنت عامل ماركت ريسيرش عن كذا وكذا وكذا، مثلا اعمل لكل مجال ماركت ريسيرش عن مشكله معينه، وابتدي اسجست ان ده الماركت. لو مثلا شركه فارماسيوتيكال مثلا وطالبه حد يشتغل في المجال ده، حاجه انا كنت ده ريبورت مرفق مثلا بلينك بالحاجات اللي انا عملتها قبل كده في الفارماسيوتيكال، تمام؟ فابتدي اعمل حاجات مختلفه، مش لازم انا اكون زي كل الناس كاتب الهيستوري بتاعتي والاكسبيرينس والسكيلز وبلا بلا بلا وخلاص، ومش مقدم في حاجه مختلفه، حتى لو انا ما اتقبلتش ابقى في الذاكره يعني. حلوة قوي النقطة دي بجد، بس أنا عندي سؤال فيها. لو أنا مثلا أنا في الاي تي اي، فأنت حضرتك عارف نعمل بروجيكتس، يعني بيجي لنا زي ستارت ابس وبنعمل لها مشاريع، فحاجة زي دي زي مثلا عملت ماركت ريسيرش لستارت اب معينة، قصدك أبين شغلي بيها ولينكد إن أنا أعرض ده، ولا قصدك إن أنا فشركة يعني تطلبني لما تشوف ده أنا بعرضه، ولا لا، قصدك إن أنا أحط بورتفوليو فحد وأنا بقدم الجوب هو هيشوفها فهياخدني؟ كل اللي انت قلتيه، لو بصي اقول لك على حاجه،
بصي يعني الكلام ده برضو اوفرول لينا كلنا. الكومبيتيشن دلوقتي في الماركت، انت بتعرف تعمل ايه بشكل شاطر جدا فيه عشان تبتدي تظهر وتبتدي ان انت تاخد مكان، لان زي ما قلت لك الدنيا بقت زحمه جدا، كل الناس شغاله في الديجيتال ماركتينج. طيب انا مش انا انا نفسي لما شفت ده في مجال الديجيتال، بصيت على مجال الاتش ار وكنت مع ناس في مجال الاتش ار، لقيت ان عندهم نفس المشكله، المجال بقى زحمه جدا وفي ناس كتير جدا وناس كتير مش فاهمه وناس كتير واخده حته من كل حته. بصيت على على مثلا على شغل الناس اللي شغاله في الاي تي وكده، لقيت في ناس في سايبر سكيورتي، ناس في الاي تي، ناس في شغاله هيلب ديسك، ناس شغاله مش عارف ايه، وكله بيخبط في بعضه. فانا ما احطش نفسي في الامبريلا دي، انا احاول ابين شغلي وشغلي هو اللي يشغلني، مش اشتغل عشان مش اقدم على شغل عشان اشتغل، لا انا اشتغل عشان يجي لي شغل. فاهمه؟ القاعده بقت مقلوبه، بس لسه مش كل الناس واخده بالها ان القاعده بقت مقلوبه. انت اشتغل عشان يجي لك شغل، مش قدم على شغل عشان تشتغل. فلا انت اظهري شغلك في كل حته، يعني يا جماعه انا بعمل كذا، هتلاقي اصلا جالك ريكومنديشنز من ناس انت ما تعرفهاش، ان انا شفت ده، انا شو يعني مثلا انا شفت ليكي مثلا على لينكد ان مثلا ريبورت او ماركت ريسيرش عن حاجه معينه، انا مثلا بيجي لي بروجكتس مثلا بيكون محتاجه الحته دي مثلا، ومحتاجين حد معانا مثلا كستيك هولدرز او حد مثلا اوت سورس او كده، خلاص في بنت كويسه مثلا او في ولد كويس، كلموه يا جماعه خلوه يجوين معانا في البروجكت ده. تمام؟ مش لسه بقى ما عنديش وقت بقى نقعد ندور ونهايرنج حد ومش عارف ايه، طب ما في حد اهو خلاص هاته، وحد انا واثق في شغله لان انا شفت قبل كده على السوشيال ميديا الشغل بتاعه اوريدي، خلاص انا واثق في الشغل بتاع الشخص ده وشفت هيستوري بتاعته، مش مستني بقى اقعد اقرا السي في بتاعه واراجع والقصص دي، لا. تمام؟ فاللي سبق خلاص كان، فانت اسمعي ما تستنيش بقى تقعدي تقدمي بتاع والكلام الروتيني اللي كل الناس بتعمله يعني. تمام، شكرا جدا بجد. العفو. تمام. طيب ميرنا بتقول لو سمحت، لو انا لسه مبتدئش في مجال الماركتنج، ايه الستبس تنصحني بيها عشان ابدا فيها؟ بصوا احنا عملنا اصلا عملنا بلاي ليست كامله على اليوتيوب، كنا بنتقابل كل يوم جمعه نكمل في المجال ده، بس خليني برضو ايه اقول لك ممكن تعملي ايه مبدئيا كده لو انا لسه في المجال ولسه ببتدي في البدايه واشوف الامور بالنسبه لي ماشيه ازاي. ما تروحش تاخد كورس، تمام؟ خالص اطلاقا، حتى ما تجيش تاخد عند انا بقول اهو، ما تجيش تاخد عند انا من البروجرامز اللي انا بديها بتاعت الماركت. احنا لما بيجي لنا حد لسه مبتدئ جدا في البدايه خالص ما بندخلوش معاه، ليه بقى؟ لازم الاول الراجل اللي داخل المجال ده ياخد عينيه، ياخد عينيه ودماغه وحياته كلها تفهم طبيعة المجال نفسه. زي بالظبط كده أنا دلوقتي داخل الجامعة، أول يوم بدخله في الجامعة بيكون عينيا وتفكيري وإحساسي بالناس اللي حواليا مختلف تماما عن وأنا في سنة تانية وأنا في سنة رابعة وأنا في سنة تالتة وأنا بتخرج أصلا. تمام؟ لا الوضع بيكون مختلف تماما. طيب هل أنا المفروض بقى اول ما ادخل كده المجال ادخل اخد كورس وابتدي مش عارف اعمل ايه واخد دبلومه في مش عارف ايه وكل، لا كل ده غلط. تمام؟ طب المفروض ان انا اعمل ايه؟ اول حاجه لازم أنا اعرف اساسيات الماركتنج، دي اول حاجه لازم انا كده اقرا في اساسيات الماركتنج. اساسيات الماركتنج اللي هو يعني ايه برودكت، ازاي اعمل اناليسز للبرودكت، ويعني ايه اعمل اناليسز للماركت، يعني ايه اعمل استراتيجي، ايه الفرق ما بين الاستراتيجي والبلان، طب ايه الفرق ما بين مثلا اليونيك فاليو والفاليو بروبوزيشنز، وابتدي افهم كده طبيعه المجال ماشيه ازاي، الناس اللي بتشتغل في المجال دي بتقول ايه. تمام؟ فلازم انا اعرف. طب ده هيفرق معايا في ايه؟ هيفرق معايا ان انا اشوف هل المجال ده انا اصلا فكريا متوافق معاه ولا لا. تمام؟ هل انا هقدر اتعامل مع المجال ده وافهمه بشكل سريع ولا لا. تمام؟ طيب بعد كده بيفرق معايا في ايه تاني؟ لما اجي اخد كورس او اجي اخد بروجرام مثلا او اجي ادرس المجال ايا كان هدرسه فين، مش هبقى قاعد متنح كده عند كل اكسبريشن او كل مصطلح او كل جمله بتتقال انا مش فاهمها، بل بالعكس
ده انا ممكن اربط معلومات من المعلومات اللي انا قريت عنها، فبالتالي سرعة استيعابي هتبقى احسن، تمام؟ يعني السرعة بتاعت الاستيعاب بتاعتي هتبقى افضل، فهضطر ان انا او هلاقي نفسي باخد المعلومة وانا فايق ليها، مش واخد المعلومة واقعد كده افكر فيها واسرح، يكون عدى مني معلومتين ثلاثة وابتدي اتوه بقى في المجال، لا خالص، تمام؟ فانا محتاج ان انا اقرا شوية في المجال، تمام؟ واقرا القراية يكون ليها اسلوب ذكي، اسلوب ذكي اللي هو ايه؟ اللي هو ان انا اخد الحاجة اللي اقراها بالك على بعضها، اخد الحاجة بالك، يعني ايه؟ يعني اقرا كتاب، ما اقراش حتة معينة في مقالة او في بوست وخلاص على كده. طب ما انا اوريدي هاخد حتة من البوست ده على حتة من البوست ده على حتة من البوست ده، هلاقي نفسي عندي كم معلومات هم ما لهمش علاقة ببعض وانا تهت في النص. طب انا كده بتوه نفسي اصلا. طب ما انا اخد كتاب على بعضه بيتكلم في حتة معينة، ومن الكتاب ده افهم الملعب كله بيدور ازاي، او الجيم نفسها ماشية ازاي. بعد كده ابتدي انزل بقى اتمرن، انما انا ما بقاش فاهم مثلا الكورة دي يعني ايه كورة اصلا، واروح اتمرن كورة عشان العب ماتش. طب انت اصلا قبل بقى ما تفكر في الماتش اللي انت عايز تلعبه، وقبل ما تفكر في التمرين، انت فاهم يعني ايه كورة؟ لا مش فاهم. يبقى انت هتخش التمرين سوري يعني تهبل كده بقى، مش هتعرف ولا تتمرن ولا تعمل حاجة، فهتزهق، فتلاقي نفسك تعبت، هنكت، قعدت خرجت بره اصلا، تمام؟ فلا، انا اول حاجة المفروض ان انا اقرأ في المجال، تمام؟ تاني حاجة لما اجي اقرا بالك على بعضه، اقرا كتاب على بعضه، سلسله فيديوز مع بعضها، سلسله مقالات على بعضها، ما اقراش حاجات منفرده. لو قريت حاجه منفرده اخدها على الهامش واركنها على جنب واكمل زي ما انا. طيب الحاجه اللي بعد كده، وانا اقرا انجليش، ما اقراش عربي، تمام؟ لو قريت حاجه عربي فلازم يكون عندي باك جراوند عنها وعن المصطلحات بتاعتها، تمام؟ طب ليه بقى ليه الكلام ده؟ طب انا ممكن اكون في الانجليش مش احسن حاجه، ملهاش علاقه. الانجليش بتاع البيزنس او بتاع المجال نفسه، بتوع الطب ليهم مصطلحات، بتوع الهندسه ليهم مصطلحات، بتوع ماركتنج ليهم مصطلحات، فوانت بتقرا اللي انت هتطلع بيه هو المصطلحات، واللي انت مش عارف تقراه ترجمه وافهمه، وبعد كده استخدم الكلمة بتاعت المورف نفسها أو الإكسبريشنز أو المصطلحات بتاعتها، لأن هي ملهاش بديل أو ملهاش حاجة تانية. يعني أنا مثلا تارجت أودينس ممكن أقولها لك العملاء المستهدفين، طب ما هي ليها بقى معاني تانية، تمام؟ فما تلخبطش نفسك. طيب بعد ما أنا قريت والدنيا بالنسبة لي تمام، فهمت يعني إيه المجال، خدت مثلا ليستة فيديوهات فهمت فيها الاساسيات، فبالنسبه لي الدنيا تمام، خدت كتاب قريته ففهمت الاساسيات، فالدنيا بالنسبه لي تمام، ابتدي اشوف التخصصات اللي موجوده في المجال ايه. يعني انا دلوقتي ايه التخصصات اللي موجوده في المجال، عشان لما ادخل المجال ما الاقيش نفسي بذاكر من كل حته حته. والله في تخصص ميديا باينج، في تخصص ماركت ريسيرش، في مثلا اي سي او، في تخصص مثلا في الديجيتال كمان ليه علاقه بالكونتنت، في تخصص مثلا ليه علاقه بالبابليك ريليشنز، ليه تخصص مثلا علاقه بالايميل. ابتدي افهم كل تخصص من دول بيعمل ايه، او التخصصات دي بتقول ايه. بعد ما افهم التخصصات دي ابتدي اخد تخصص معين ابتدي اقرا عنه تاني، غير بقى التخصص بقى، غير بقى اساسيات الماركتنج اللي انا كنت بجوين فيها وبعرف فيها، لا اقرا بقى التخصص ده، والله الايميل ماركتنج ده بيقول ايه، طب ايه يعني ايه ميل شيب، يعني ايه مثلا ميل سيندر، يعني ايه، وابتدي اقرا كده في المجال. بعد كده بقى المرحله اللي بعد كده ابتدي امشي ايدي واجرب كده، افتح كده التولز واجرب، ابتدي اجرب اكتب كده بايدي كونتنت، ابتدي اشتغل على كي ووردز، ابتدي افتح اعلان وابتدي احاول اعمل اعلان. وبعد كده خلاص انا فهمت الليله، عينيا خدت على الداشبورد، عينيا خدت على الوورد بريس من جوه، عينيا خدت على كتابه المقالات والادوات والكلام ده كله، وحاسس ان انا الدنيا عندي مش مترتبه، علشان انا ذاكرت حاجات ملخبطه او جربت حاجات متلخبطه، بس انا اوريدي على التراك الصح، انا فاهم تسويق
وعارف التخصصات بتاعت التسويق ومختار تخصص وشغال عليه. طيب بعد ما مختار تخصص وشغال عليه والدنيا بالنسبة لي تمام، لا بعد كده انا مكمل خلاص في التخصصات دي، اخترت التخصص، اخد بقى ايه في كورس عشان ارتب المعلومات بتاعتي وانسقها وابقى فاهم انا بمشي ازاي وفاهم الدنيا بالنسبة لي ايه الاول وايه الاخر، وابتدي استخدم ايه وما استخدمش ايه، ويبقى معايا حد منتور او معايا حد يرشدني كده يقول لي الدنيا بالنسبه لي ماشيه ازاي ورايحه فين والمفروض الخطوات بتاعتي بتمشي ازاي، واخد بقى اكسبيرينس ودني في التخصص ده بتاع سنتين او سنه ونص، من سنه ونص لسنتين، لحد ما انا بعد كده خلاص انا هبقى تشبعت ومرحله ان انا ببتدي في المجال دي هتكون عدت اصلا، خلاص انا بالنسبه لي المرحله دي عدت تمام. فده ده اوفرول كده الحاجات اللي انا المفروض افهمها والحاجات اللي انا المفروض اقراها يعني، او المفروض البروسس اللي انا المفروض ايه امشي عليه. طيب كان في هنا حاجه يعني، خلينا نشوف الشات عبال لو في حد بعت حاجه تاني، يعني اعرض البورتفوليو بتاعي على لينكد ان. اعرض البورتفوليو، ما اعرضش ليه يعني، احنا كلنا لازم نعرض شغلنا، العرض على لينكد ان كمميز ولا كبوستات عاديه على اضافه الهاشتاج. بص احسن حاجه بتوصل في الحاجات اللي او البوستس في الفتره الاخيره وجايبه معايا انا شخصيا نتائج كويسه النيوزليترز، يعني لما اجي اكتب ما عندك اختيارات بكيتشرز وبوست وارتكل، اختار ارتكل واعمل نيوزليتر وابتدي انشر فيها كل يوم مجموعة معلومات أو أرتيكل أو حاجة ماسكة بعضها، وده هيفرق معاك، وده معدل وصوله بيبقى أحسن من البوست العادي يعني، بناء على تجربتي بصراحة. طيب إيه الكتب اللي تنصح بيها كبداية؟ كبداية بص أحسن حاجة وأسهل حاجة، والكتاب اللي لقيت فيه بصراحة إكسبريشنز بسيطة ومش محتاج إن أنا أشهد له، كتاب معروف بتاع كوتلر عن أساسيات التسويق تمام، بس بلاش بالعربي يعني، يعني لو انجليش او لو انت عندك وقت تقرا العربي عشان او تفهم وبعد كده تقرا الانجليش، بس انا برضو مش بحبب ده يعني، الافضل انت تقرا الانجليش وترانسليت، بس حاول ترانسليت مش ترانسليت الكلمات، لا تحاول تفهم يعني ايه مثلا ريتيل ماركتنج، طب وابتدي افهم المعلومه وافهمها لنفسي، واحاول ان انا ارجع لحد يفهمني المعلومه، او اخد خلاص انا يكفيني ان انا افهم ريتيل ماركتنج ان هو تجاره التجزئه، انا بس كده، انا كده بالنسبه لي الدنيا بالنسبه لي تمام، لما اروح اشتغل او اخد مع منتور بروجرام او اخد كورس او ايا كان، لما يقول لي الريتيل ماركتنج مش عارف ايه، انا فاهم الراجل ده بيقول ايه تمام. طيب فرص العرض في البحث ممتازة، فرص العرض في البحث ممتازة، بس المشكلة إن الشركات مش متقبلة شغل الريموتلي، شغل الريموتلي صعب جدا في مصر مع إنها ميزة في أوروبا وأمريكا وحاليا في السعودية. شغل الريموتلي في مصر ليه كده؟ لأن في مصر ستيل لسه مقتنعين ان لازم الموظف يكون قاعد قدامي شايفه بيعمل ايه وبعدله الوقت تمام، في حين ان انا وده في شركات كبيره كمان في مصر مش شركات صغيره، في حين ان انا اصلا ممكن اقعد معاك الثمان ساعات بتوعك ما اطلعش نتيجه من الساعه اللي انا ممكن اقعدها ريموتلي. فالحل ده زي ما كنت بقول كده في الاول، انا ممكن ان انا اعتمد على حاجات مختلفه وادخل من ابواب تكون مختلفه غير الابواب العاديه. الابواب دي زي ايه بالظبط؟ زي ان انا اتعامل مع فريلانسر عفوا، زي ان انا مثلا اتعامل مع شغل فريلانسرز واخد بروجكتس من اب وورك، واخد بروجكتس من جروبس مختلفه، وابتدي اشتغل شغل لنفسي، مش لازم ريموتلي يعني ان انا اشتغل ساعتين اخر اليوم او كده، لا انا ممكن اشتغل بقى خلاص ما دام ده ميزه في السعوديه وامريكا واوروبا، اشتغل مع الناس المميزه بقى، ايه اللي بقى يخليني اشتغل مع الناس اللي هي مصممه تقعدني 8 ساعات بغض النظر عن النتيجه اللي انا طلعتها ايه، المهم ان انت تقعد معانا 8 ساعات تنورنا، عشان احنا فاتحين شركه ومحتاجين يبقى في موظفين كتير حوالينا وكده يعني. فلا يعني على حسب، مع ان في شركات برضو بتعين فول تايم، بس برضه شركات محترمه
بس انا خلاص اشوف بقى طرق مختلفه، تمام؟ يعني اشوف اقدم برايس على خدمات مختلف، ابتدي ان انا ابين الكواليتي، ابتدي ان انا اتعامل مع ناس صحابي، وابتدي اشوف البروجكتس بتاعتهم واتوسع اكتر، ابني علاقات، انزل اروح ايفنتس، اروح معارض الاساس، معارض الديكور، معارض السيارات، معارض لبس الاطفال، وابتدي ان انا اتعامل مع الناس دي واقول لهم يا جماعه انا بشتغل ريموتلي وممكن اقدم لكم خدمات 1 2 3 4 وسيب الكارت. يعني بص لازم انا افكر، يعني مش هقول بره الصندوق شويه، بس خلينا نقول ان انا افكر بشكل مختلف يعني. طيب خلينا نشوف كده في اسئله تانية. تمام. طيب خلينا نشوف. طب بقية الشات تمام. طيب يعني I think إن كده تقريبا مفيش أسئلة تاني النهاردة. حد عنده سؤال؟ أو خلاص كده بالنسبة لنا النهاردة يبقى تمام جدا. ونبتدي نشوف إن شاء الله نتقابل الجمعة الجاية، وهيكون إن شاء الله محددين توبيك، مش زي بقى النهاردة، هنكون محددين توبيك على حسب الفوت اللي بيحصل على الجروب، ونشوف إيه الحاجات اللي أنتوا بتسألوا عليها أو الحاجات اللي إحنا محتاجين نتناقش فيها، ونبتدي نتناقش فيها. شكرا لكم على الحضور بتاع النهارده ده، واشوفكم الجمعه الجايه ان شاء الله على خير. تصبحوا على خير. وانت من اهل، شكرا حياتك جدا. العفو.